فدلوقتي هننزل مقادير صوابع زينب، اهي زي ما انتم شايفينها، كوبايه دقيق ابيض، كوبايه دقيق سميد، معلقه سكر، معلقه خميره، معادي كلها صغننه يعني مش كبيره، وربع كوبايه من الزيت، ورشه الملح. دي كده صوابع زينب، صوابع زينب. معلقه كوبايه من الدقيق الابيض، كوبايه من الدقيق السميد. برضو عجينة سهلة ولذيذة وشتوية كده. معلقة خميرة، معلقة سكر، رشة ملح، دايما رشيه بدل الخميرة، وربع كوباية من الزيت. نقلب بس الأول دول كده ببعض. بقلب ايه؟ كوباية دقيق أبيض، كوباية دقيق كوب سميد اللي هو دي البسبوسه، معلقه خميره صغيره، معلقه سكر صغيره، ورشه ملح، وادي ربع كوبايه من الزيت، ونعجن بالميه. ماشي، عجينه حلوه كده متماسكه، هي دي العجينة خلاص خلصت. واحنا بنعجن بنعجن بالراحة، يعني مش مستعجلين في العجن، مش مستعجلين في العجن. ليه بقى؟ لأن عندي دي سميد كل شوية بيفضل ايه يشرب في المية. حمريها بس حلو، أهم حاجة إن هي تتحمر حلو. شوفوا كده أهو، بس هغطيها واسيبها ونخش في حاجه تانية. اغطيكي بايه؟ تعالوا بس عشان ايه اخمرها دلوقتي، فاحطها هنا. هجيب بقى ادي صوابع زينب بعد ما خمت اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي. هجيب بقى حسب ما انت عايزه قد ايه الصباع ده، قد ايه احنا ممكن نعمل صوابع صوابع كده اهو، نعملها كلها صوابع كده او اصغر حسب ما انت عايزه الحجم ايه. حاولي يكون كله قد بعضه. تمام، احنا كده عملنا كده. لا دي على طول بقى ما بتاخدش وقت، يعني كده اهو، واروح عاملاها كده، واروح ماسكاها كده، بفرد العجينه عليها بالمنظر ده، وارجع لمها كده، فتديكي ايه بتلف حوالين نفسها. خلاص اهي، وفي بيعملوها على الشوكه. انا عامله طبق طبعا تاني عشان ايه، عارفه ان اخر الحلقه ده ما بلحقش. انا جهزت على النار.